لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة 76، وهذه المسألة وما بعدها تتناول أو يتناول فيها، أي في هذه المسائل، بعض المسائل التي أجمعوا عليها في حق يعني المسافرين. ثم تأتي بعدها بعض المسائل المتعلقة بالقضاء وما يتعلق بقضاء الصلاة للحائض وللسكران وللمطلوب ونحو ذلك. فنبدأ الحديث بأول هذه المسائل التي وقفنا عليها، وهي المسألة 76. قال: وأجمعوا على أن لمن سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة مثل حج أو جهاد أو عمرة، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، يصلي كل واحدة منهما ركعتين ركعتين. وهذا إجماع ثابت صحيح، وهو أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة مثل حج أو جهاد أو عمرة، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء. وهذه الصلوات الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، لأن هي التي تقصر كما سيبين في مسائل قادمة. قال: يصلي كل واحدة منهما ركعتين ركعتين. هذه رخصة الله للمسافرين، أنه إذا سافر المسلم فإنه يقصر الصلوات الرباعية، فتكون ركعتين ركعتين ركعتين. هذا بإجماعهم، هذا بإجماعهم، أجمعوا على أن لمن سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة، تقصر في مثله الصلاة. وهنا لطيفة، يعني خصوصا إخواننا يعني الدعاء وطلبة العلم، يعني هنا لطيفة، وهي في قوله تقصر في مثله الصلاة. هو كأنه يشير إلى أمر من أمرين، أمر من أمرين أو الأمرين معا والله أعلم. كأنه يشير إلى سفر الطاعة، يعني في قوله سفرا تقصر في مثله الصلاة، لأن سفر المعصية لا تقصر فيه الصلاة، لا تقصر فيه الصلاة. فهو يشير إلى اختلافهم في هذه المسألة أيضا، لأن السفر الذي تقصر في مثله الصلاة ليس سفر المعصية، وكذلك كأنه يشير إلى السفر الذي تقصر في مسافته الصلاة الرباعية اتفاقا، تقصر في مثله الصلاة الرباعية اتفاقا. يعني ماذا؟ العلماء يتفقون على أن كل من سافر سفرا يجاوز 4 برد، وهي المسافة بالتقدير العصري ما فوق 80 يعني كيلا أو كيلو متر، يعني هذه متفقون على أنها سفر وأنها يقصر فيها الصلاة. هل هو يشير إلى ذلك إنه هذا هو الذي عليه الإجماع؟ لأنه هناك من يقول بأن مطلق السفر هو الراجح في هذا الاختلاف، أن مطلق السفر تقصر فيه الصلاة، وهناك من يقول لا، السفر الذي بلغ مسافة 4 برد فصاعدا هم الجمهور. والراجح أنه كل ما يطلق عليه سفر، كل ما يطلق عليه سفر فهو تكون فيه الأحكام. هذه المسألة الخلافية، وهي مسألة أنه مسافة القصر ومسألة سفر المعصية. لأجل ذلك هو من فقهه رحمه الله يعني عبر بهذه العبارة، قال: وأجمعوا لأن لمن سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة.
عند الكل يعني عند الكل. نعم. مثل حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء. وطبعا الأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الله سبحانه وتعالى شرع هذا أو هذه الرخصة وهي القصر الرباعية لمن ضرب في الأرض مسافرا، لمن ضرب في الأرض مسافرا. إذن هم مجمعون أن المسافر يقصر الصلاة. مختلفون، دي الفائدة بقى اللي احنا بنذكر على الهامش دايما، مختلفون في تحقيق وصف المسافر. هل المسافر اللي بلد أربعة برد كما هو قول الجمهور، أو المسافر الذي في عرف الناس يسمى مسافرا كما هو قول طائفة من أهل العلم هو الأرجح والله أعلم، أو سفر المعصية من عدمه على أيضا الخلاف في ذلك والله أعلم. لكن هذا إجماع ثابت صحيح، وهو أن كل من وصف بالسفر فهو له أن يقصر الصلاة الرباعية. المسألة التالية: قال وأجمعوا على ألا يقصر في المغرب، وأجمعوا على ألا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح، وهذا إجماع ثابت صحيح أيضا. لماذا؟ لأنه كما سبق القصر يكون في الظهر والعصر والعشاء، أما صلاة الصبح فهي ركعتان، وصلاة المغرب فهي ثلاثة، وهي وتر اليوم والليل يعني في الصلوات الخمس، ولذلك فهي لا تقصر لا هي ولا الصبح. قالوا أجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح بالإجماع، ما فيش قصر في صلاة المغرب، ما فيش قصر في صلاة الصبح، لأنه قصر في صلاة المغرب هيحولها إلى ركعة ونص، وهذا لا يصلح، وهي وتر الصلوات في اليوم والليل، وقصر صلاة الصبح هيحولها تبقى ركعة واحدة، تبقى وتر، يبقى كده في وترين في اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في الليلة في ليلة. المسألة التالية: قال وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفنا له. قال وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة، المسافة اللي بينهم يعني اللي هي أكبر من أربع برد، أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفنا له. كأنه دي تحصيل حاصل للمسألتين السابقتين، وهذا إجماع ثابت صحيح. ثم قال وأجمعوا، قال أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو غزو، أن له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرا، ما دام مسافرا. هذه هي المسألة، وهي أن من سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة، وذكر أمثلة حج عمرة غزو نحو ذلك، أنه يقصر الصلاة ما دام مسافرا، يعني مكث في حجه في سفره للحج شهر شهرين سنة سنتين، وهو ما دام مسافرا له أن يقصر الصلاة، له أن يقصر الصلاة. وكذلك أيضا إذا كان في غزو مثلا فهو له أن يقصر أيضا الصلاة ما دام مسافرا، ما دام مسافرا. لماذا؟ لأنه موصوف بوصف المسافر، وذلك أن مدة السفر غير مقيدة، غير مقيدة. يعني ماذا؟ هنا تنبيه مهم جدا، عشان التانية فيها خلاف، إنه هذا لا يدري كم سيمكث، فهو موصوف بوصف المسافر، موصوف بوصف المسافر. أما إذا علم أنه يمكث في هذا المكان فهناك الخلاف المشهور،
إنه لو هيمكث أكثر من 4 أيام بلياليهن فإنه يكون في حكم المقيمين عند جماهير العلماء. يبقى إذن هذا في حق من الإجماع ده على أنه له أن يقصر الصلاة حتى وإن طالت المدة، في حق من لا يدري مدة سفره كم تدوم. هو سافر للغزو ما هوش عارف هيرجع إمتى، بكرة بعده الشهر الجاي ما هوش عارف. لكن إذا كان يدري مدة سيمكث فيها، هي دي بقى فيها خلاف، دي اللي فيها خلاف. التانية اللي هي ما هوش عارف هو هيقعد قد ايه، ممكن يمشي بكرة ممكن يمشي بعد بكرة ما هوش عارف، فهذا عليه الإجماع أن له أن يقصر الصلاة، لأن الله عز وجل لما ذكر السفر لم يقيده. عشان كده الخلاف الثاني يختلفوا بقى مع بعض، ففريق يرد على اللي قيده ب4 أيام يقول له أنت ربنا ما قيدش، أنت قيدت لي والنبي صلى الله عليه وسلم قعد 19 يوم أو 18 يوم في مكة وكان بيقصر الصلاة ونحو ذلك. قال وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها، وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت، إنه يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت قريته التي خرج منها. يعني نضرب مثال، مثلا أنا من الإسكندرية، إذا كنت أريد السفر لا يعني يجوز لي أقول وأجمع على أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها، دي عليها إجماع. والخلاف في عكسها، طيب إيه هي الصورة التي بين أيدينا؟ أنا من الإسكندرية هسافر القاهرة، متى أقصر الصلاة؟ أصلي صلاة قصر يعني، متى أصلي صلاة قصر؟ مثلا الظهر أذن علي وأنا هنا في الإسكندرية وأنا مسافر، أو أذن الظهر علي وأنا سايق العربية وطالع من الإسكندرية ولسه أنا جوه إسكندرية. أجمع إن أنا ينفع أقصر الصلاة لما أطلع بره إسكندرية وأبدأ أمسك الطريق بقى، ده إجماع على إنه يجوز له إنه يقصر الصلاة. الخلاف في أين؟ الخلاف لو لسه أنا في قريتي بس أنا خلاص نويت السفر، أنا ركبت العربية بتاعتي أهو وطالع من البيت عندي وماشي في الطريق عشان أوصل للطريق اللي هيخرجني من بلدي، وليكن مثلا أنا من الإسكندرية أهو ماشي ماسك الطريق وماشي مثلا على طريق البحر في الإسكندرية، عايز أطلع بقى على الطريق مش عارف مثلا السريع، لسه أنا الطريق اللي على البحر ده أنا لسه ببلدي، طب أنا اسمي مسافر. الخلاف هنا بقى، هنا الخلاف إنه يقصر الصلاة وهو لسه في بلده ولا لأ. فريق قال ينفع لأنه هو خلاص نوى السفر وخد وصف المسافر بهذه النية وخلاص، وفريق آخر قال لا، هو حتى ولو نوى السفر لكنه لم يأخذ وصف المسافر لأنه لا يزال في بلده، وده الأرجح والله أعلم. لكن الإجماع على ماذا؟ إنه لو هو طلع برا القرية بتاعته العامرة خلاص، مسك الطريق اللي برا القرية برا المنطقة بتاعته المحافظة نحو ذلك، مسك الطريق بقى وبقى مفيش بينه وبين قريته مباني متصلة، مسك الطريق اللي هو المهجور بقى اللي هو هيفصله عن قريته، هنا ينفع يقصر الصلاة بالإجماع. فهذا إجماع ثابت وصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر بعدما خرج من يعني قريته. ثم قال وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال مسافرا أن يقصر الصلاة، وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال مسافرا أن يقصر الصلاة، وهذا إجماع ثابت صحيح. طيب إيه الصورة دي؟ يعني ما هو المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أنه لا يقصر الظهر، لا يقصر الظهر ولو كان مسافرا إذا خرج قبل الزوال. بيان أو يعني أبسط شوية،
انا هسافر من الاسكندريه، همشي من بيتي الظهر مثلا عندنا الان في هذه الايام الساعه الواحده، انا هخرج من بيتي مثلا الساعه 11، وهاخد الطريق وطلعت من قريتي ومشيت في الطريق الغير قريتي، طلعت بره قريتي وانا اسمي مسافر اهو، خلاص اسمي مسافر. لكن في هذه الحال لا يصلح لي قصر صلاة قبل الزوال. قبل الزوال اللي هو ايه؟ اللي هو وقت الظهر. وقت الظهر يعني ايه؟ ما ينفعش ان انا اقول ايوه انا الساعة 12 دلوقتي وانا ماسك الطريق اهو اصلي بقى الظهر قصرا. هو اصلا الظهر ما دخل وقته، مع ان انا مسافر بس لسه الظهر ما دخل وقته. طب هنا اصدر المسألة دي منها ايه؟ ان في صلوات تنفع تتصلى في غير معادها وقبل معادها، لكن الظهر لا. يعني ايه؟ الظهر والمغرب ما ينفعوش الاثنين قبل معادهم، لكن العصر والعشاء ينفعوا قبل معادهم عند طائفة فيها خلاف المسألة دي. يعني أنا عشان أصلي الظهر قصر لازم يكون وقت الظهر دخل، لكن ينفع أصلي الظهر والعصر جمع تقديم، العصر صليته قبل معاده. طب المغرب نفس الحال في مسألة الظهر، ما ينفعش إلا بعد دخول وقت المغرب. طب العشاء ينفع أصليها مع المغرب جمع تقديم، وإن كان كما يقول العلماء التأخير دائما في حق العشاء أفضل. يبقى إن المسألة المجمع عليها هي إنه لا يجوز صلاة الظهر أبدا في السفر قبل دخولها، لا قصرا ولا غيره، لا يجوز قبل دخولها، وهذا إجماع ثابت وصحيح. ثم قال: وأجمعوا على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام من ثنتين أن على المقيم إتمام الصلاة. وأجمعوا على أن المقيم إذا أتم بالمسافر، يعني واحد مسافر، أنا رجل من اسكندرية سافرت القاهرة، دخلت مسجد راحوا الناس مقدميني أصلي، أنا مسافر بس أنا مش من أهل البلد، أنا مسافر ودخلوني صليت بيهم، السنة إن أنا أصلي صلاة قصر، السنة إن أنا أصلي بيهم قصرا، وأقول لهم بعد ما أصلي، يعني أقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعد الركعتين أقول أتموا صلاتكم فإن على سفر، أنتوا أتموا صلاتكم أنا على سفر. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة. فبيقول هنا: وأجمعوا على أن المقيم، الراجل بقى بتاع القاهرة اللي هيصلي ورايا، أنا اللي جاي من اسكندرية، أنا مسافر وبصلي إمام وبتاع القاهرة بيصلي ورايا، إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام، اللي هو الإمام المسافر، وسلم الإمام من ثنتين أن على المقيم إتمام الصلاة، أن على المقيم إتمام الصلاة. يعني الشخص المقيم هيعمل إيه؟ هيتم الصلاة أربعا، لأنه هو في حقه لا يصلح له القصر، في حقه هو لا يصلح القصر، ولذلك عليه أن يتم الصلاة. وإن من حسن التصرف إن الإمام المسافر ده يقول للناس المقيمين اللي وراه بعد ما يسلم من الثنتين: أتموا صلاتكم فإنا على سفر. يبقى إذن هذا إجماع ثابت صحيح. والخلاف في العكس بقى، يعني إيه الخلاف في العكس؟ لو دخل المقيم يصلي، لو المقيم هو اللي هيصلي والمسافر هيكون مأموم، المسافر مأموم، هل للمسافر انه بعد الركعتين يخرج ويقول خلاص انا مسافر وهخرج بعد ركعتين، وانه يسعني الخروج بعد ركعتين؟ في خلاف في المسألة دي، والصحيح انه لا يسع، وانه الصحيح انه يتم المسافر، يتم، لقول ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن ذلك
قال تلك السنة، إن يتم يعني إن إذا صلى المسافر خلف المقيم يتم الصلاة، يتم الصلاة. قال إنها السنة أو تلك السنة. يبقى إذن هذا إجماع ثابت وصحيح. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا، وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا. صورة هذه المسألة إنه إذا كان هناك إنسان لا يقدر على القيام بالإجماع إنه يتحول إلى الجلوس، يتحول إلى الجلوس، إنه إذا كان عاجز عن القيام. وهذا إجماع ثابت، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقوموا لله قانتين، يعني الأصل القيام، إنه لا يجوز له إن يجلس في صلاة الفرض إن كان قادرا على القيام، إن كان قادرا على القيام. وإذا كان لا يقدر على القيام ويقدر على الجلوس لا يحل له أن ينتقل إلى الركود مثلا أو على جنب، لا ينتقل إلى ذلك. يعني واحد ما بيقدرش يقف يبقى هينتقل إلى الجلوس، لكن لا ينتقل إلى أن يصلي على جنب أو على ظهره أو مضطجعا أو نحو ذلك، إلا إذا كان يعجز عن الجلوس، إلا إذا كان يعجز عن الجلوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسين صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى ينتقل كده بالتدرج. لماذا؟ لأنه إن قدر على واجب لا يجوز له أن يتركه إلى ما هو أدنى منه، يعني ما يتركش القيام وقادر ويعد، زي حال للأسف حال كثير من المسلمين خصوصا في هذا الزمان. نسأل الله العافية ونرجو الله أن يعفو عنا وعنهم. يعني الواحد يخشى في الحقيقة أن تكون صلاة كثير من هؤلاء تقع باطلة، تجد الواحد منهم جاي في الطريق وجاي المسجد ماشي على رجليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وماشي على رجليه وكويس خالص، يخش المسجد يروح ساحب الكرسي ويروح الله أكبر روح قاعد خلاص بقى. طب انت قادر على القيام، هو عنده ركبته بتوجعه ما بيسجدش ما بيسجدش، طب القيام ماله، مال للسجود، وهكذا. وكثير من الناس هؤلاء إذا قيل لهم لا يبالي أصلا، وبقت أشبه بظاهرة، بقت أشبه بظاهرة، بل بعضهم يعاند أصلا وكأنه يعاند في يعني أمر من أمور الدنيا مثلا، دي عبادة، ده أمر عبادة، يعني إن يعني لم يفعلها وعلى الوجه الصحيح بطلت صلاته. الخلاصة أن العلماء أجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا، يعني لا ينتقل إلى غير الجلوس. قال وأجمعوا على أن القادرة لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد، وأجمعوا على أن القادرة لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد، وهذا إجماع ثابت صحيح أيضا، لأن الله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين، ودي برضو مشكلة أخرى شبه اللي احنا أشرنا إليها في كثير من الناس، إن هو قادر على الركوع ما بيركعش، تلاقيه جاي في الشارع وماشي على رجليه وبعدين يخش يروح ساحب الكرسي ويروح حطه الله أكبر ويروح قاعد خلاص بقى، قاعد خلاص ما بيقومش تاني، مع إنه هو يقدر يركع. هي المشكلة عنده كلها في إيه غالبا؟ إنه عنده مشكلة في الركب فما بيقدرش يسجد. طب خلاص يبقى يجب عليك القيام ويجب عليك الركوع، وبعدين لما يجي السجود اقعد على الكرسي وتومئ بالسجود. لا، ده لا بيقوم ولا بيركع، والله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين
والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته وقد أمره بالركوع في الحديث يعني، قال فإذا صليت فافعل فافعل، فقال فاركع وإلى آخره، فأمر بالركوع ولذلك وأمر بالسجود. القادر على السجود لا يحل له أن يترك السجود. بعضهم أيضا إنه هو مثلا يعني هو حاسس كده أنه كسلان شوي، يروح خلاص حطت كرسي ويقعد يعمل كده. طب أنت قادر على السجود أصلا، ما عندكش مانع يمنعك من السجود. أو هو إن بعضهم مثلا كسلان يقوم يعمل إيه، يخاير بين الكرسي ولا يقعد على الأرض، لا أقعد على الكرسي، وطالما قاعد على الكرسي يبقى ما هوش لا ساجد ولا راكع ولا قايم. طب لو قعد في الأرض يسجد، بعضهم لو قعد في الأرض بيسجد، لو قعد على الكرسي ما يسجدش. طبعا هذا كله في الحقيقة يعبر عن جهل شنيع يقع فيه كثير من المسلمين في صلواتهم، وخصوصا مع الظاهرة الفظيعة العجيبة اللي احنا بنشوفها دلوقتي في المساجد، ويعني غفر الله لمن يعني ساعد عليها، حكاية الكنب والكراسي الرهيبة جدا اللي بيحطوها في المساجد بأعداد ضخمة جدا. يحطوا كنب ورا في المساجد كده بأعداد ضخمة، ويحطوا كراسي بأعداد ضخمة جدا في المؤخرة. لا بقى الناس يحافظوا على الصف الأول، ولا بقى الناس حريصين على انه ما يخشوا الصف الاول، وكل اللي بس الدكتور يقول له انت عندك شويه خشونه بس، خشونه يبقى اسكت معاه، وكان الدكاتره اتقلبوا فقهاء اكثرهم. يعني اكثر الاطباء دلوقتي بقوا فقهاء عشان يحبش الفتوى البتاعه بتاعته بتاعه الطب، يقول له ايوه انت ما تصليش اليومين دول، ما تركعش ولا تسجد، لمجرد كده ان شويه خشونه بسيطه جدا خلاص كده اترك بقى الركوع والسجود واترك الدنيا كلها. طبعا احنا مش بنتدخل في مساله طبيه، لكن الإنسان لا يجوز له أن يترخص إلا إذا تحقق الوصف الذي به يترخص. ولذلك اللي قادر على السجود يسجد، اللي قادر على الركوع يركع، اللي قادر على القيام يقوم، وإلا بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. قالوا أجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد، وهذا إجماع كما ذكرنا ثابت وصحيح. طيب هنقف عند المسألة 85 إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.